مرحبا بكم مجددا. الو، تم تعيين وزير العدل كمرسول الى عبد الملك. لماذا تم تعيين هذا الوزير عبد الرشيد الطبي؟ صح، بعثوا يعني باش يوروا للعرب الاخرين قدر خم، انا بعد اللي بعثناه للسعوديه وبعثناه للاردن هو اللي راح يروح للمغرب. اوكي، وبعثوا المغرب وقالوا لهم المغرب خرج بيان اللي ما عندش عليه الجزائر، انه عبد الرشيد الطبي وزير العدل اللي يروح للسعوديه ويروح للاردن وراح يروح للمغرب. هذا حتى شكون اللي راح لتونس، شكون اللي راح عطاكم موريتانيا. وعلاش اختيار هذا الرجل هذا؟ يا من المفروض يبعثوا عمار علاني وزير النباح، وزير هاو هاو عمار علاني، وزير اللي ما يخدم ما يقدم، ما عنده معاه موظفين، ما عنده معاه والو، ما عنده وزاره، مبعوث خاص يرموا له عظم يبدا ينبح، يرموا له عظم يبدا ينبح. هذه خدمته. المفروض هو ما دام مبعوث خاص للصحراء الغربيه وللدول المغرب الكبير، دول المغاربيه، الاتحاد المغاربي. وشوف التسميه مسبقين الصحراء على خمس دول، الصحراء مالي هم بعد ما تكلموش عليها في الجامعه العربيه. من المفروض هو اللي يبعثوه لتونس يدي الرساله ويروح لليبيا ويروح لموريتانيا ويروح لنا قدامه من عند الجيران، ما يبعثوهاش لانه مش من جا عنده. المغرب كان يقولوا روح يروح هو صعب، قال خليه ما تحرجوش، هذا كان محتاجوه باش ينبح كي نبغوه ينبح. وهذا مكروف في وزارة الخارجية، ناس كم مكروف في وزارة الخارجية ويعرفوه نذل حقار، ما يعرفوه حقار لأنه هو محقوق عند العسكر يحقروا فيه سياد. أو بعثوا عبد الرشيد الطبي. لماذا؟ لأنه سبق نسي عبد الرشيد الطبي أنه مشى للمغرب ودار تصريحات يعني كانت التصريحات هذه كلها مدح، كلها مدح للمغرب. في مراكش سنة 2019 لما كان رئيس الأول للمحكمة العليا، شارك في الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة تحت شعار العدالة والاستثمار، التحديات والرهانات. في ذاك الوقت عملت صريح يقول فيه: أولم يكن المغرب أيها السادة الحضور، الكلمة اللي يلقاها أيها السادة الحضور، الحصن الحصين، يعني المغرب الحصن الحصين لثورتنا العظيمة وسندها في جهادها الباسل حتى تحقيق الجزائر لنصرها ونيل حريتها وسيادتها. إنما يجمع الجزائر والمغرب من روابط دينية وثقافية ولغوية ومصير مشترك صاغ مشاعرنا الأخوية صياغة تفاعلية. قال كلام حق، يعني المغرب كان قاعدة خلفية للثورة الجزائرية، كلمة فيها أكثر من مرة. في نفس المناسبة يقول سي عبد الرشيد الطبي
يعزز تقديرنا الدائم لوحدة القيم الإنسانية والاجتماعية المشتركة ووحدة المصير، لأننا على يقين أن الذي يجمعنا أكثر مما يفرقنا. نذكر كلام هذا تقال 2019، يعني بضعة أشهر قبل ما يتعين ولد الحرام شابون عساس في المرادية. وفي نفس المناسبة وده شكر لملك المغرب ويقول: أسمى ما يجود به البيان، وأرقى ما يتلطف به اللسان، وأنبل ما يعرب عن كوام ما في الجنان من عبارات الشكر والعرفان. سيدنا هوش يهدر في كلام فارغ. ويضيف: إن روابط الأخوة التي تجمع بين الشعب الجزائري والشعب المغربي الشقيق روابط ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، متجذرة إنسانيا وروحيا وحضاريا، متجانسة جغرافيا. أولسنا بنات حضارة خالدة واحدة؟ أبلغنا مثلها وقيمها كل الآفاق. كلام هذا يعبر عن واقع العلاقات الجزائرية المغربية. ويا ريت ولد الحرام تاع العصابة العراية يعاودوا يسمعوه ويصغوه، يعاودوا يسمعوه ويتمعنوا معاه. لما يبعثوا راجل كيما هذا للمغرب، طبعا ما يقدرش يحشم بالكلام، ما سبش المغرب هذا، بالعكس هذا فخور بالشيء اللي قالوا، لانه قال كلام ايجابي على طريق الوحدة المغاربية، كلام يمشي في طريق اللي ينجدوا له كل شعوب مغاربية. هذا الانسان بعثوه قالك هذا يمشي هو اللي يدير رسالة المغرب، وحتى يعني يستقبلوا الملك ما يقدرش يحشم، يعني عمره ما قال كلمة سوء لا في المغرب ولا في شعبه ولا في ملكة مثل هذاك ولد الحرام هذاك. هاو هاو هذاك بلاني هذا ويدن سبب تعيين وزير العدل عبد الرشيد الطبي كمبعوث خاص إلى ملك المغرب. نشوف هل ملك المغرب يبقى يعني يسمع للدعوة هذه ويستجيب لها، ولا يبقى مقاطع الجامعة العربية. هذا نشوفوه بعدي جدا. مرحبا بكم مجددا. علاقة المغرب بالجامعة العربية علاقة ما هيش مليحة. وعلاش ما هيش مليحة؟ لأنه آخر مرة يشارك فيها الملك محمد السادس في قمة جامعة الدول العربية كانت في الجزائر في 2005، كان في الجزائر. وفي هذيك لما جاء الجزائر حتى الزيارة تاعو كانت أكثر من مشاركة في القمة، لأنه خرج وخذر في سيارة خاصة، خرج يحوس في شوارع الدشمورات، يتلاقى مع الشعب كذا. يعني كان حاسب روحه في زيارة للجزائر أكثر مما جاء لقمة الجامعة العربية، لأنه كان عرب القادة العرب قال لهم هذه الجامعة فارغة، وهذه القمم هذه ما نديروا في الاجتماعات هذه ما عندها حتى
ثمانة ورفض في 2016 احتضان قمة جامعة الدول العربية. قال لهم انتم اجتماعاتكم دائما تنتهى بيانات إنشائية ما في علوكنا فارغ وبالتالي ما نجيش شخصيا ما يحضرش. كان اما يمشي الوزير الاول او وزير الخارجيه وخطره ناب عليه مثله خوه مولاي راشد. سينو بالنسبه ليه القمه العربيه ما عندها حتى معنى. اليوم القمه اللي باش تنعقد في الجزائر عندها معنى اخر بالنسبة للمغرب وبالنسبة للجزائر، بالنسبة خاصة لمحمد السادس، لأنه ما كان حتى ملك اللي سمع الكلام اللي ما يطيق حتى واحد يجي ويقول لك معليه إذا كان مشاكل أيا نفضوها بيناتنا أروح نتحاور. ينادي الحوار، أرواح حاور عدوك الأعداء تتحاور، الفلسطينيين يتحاوروا مع الإسرائيليين. في كوم ديفيد بداها أنور السادات مع الإسرائيليين، ومن بعد دارها يهود باراك وياسر عرفات. الفلسطينيين تحاوروا مع الإسرائيليين، كيفاش أنت جزائري قل ما تحاورش مع المغرب؟ واش دار لك؟ كجبد واش دار لك؟ لاخر دانو ارضو ويروح يتحاور مع فرنسا، قتلوا هجروا دمروا وتحاور معاهم لفلان. وانت علاش ما تحاورش؟ لانه انت عندك مشكل اخر، لانك انت مشكل مع الشعب الجزائري والحرام. مشكلك انك تبقى توهم الشعب الجزائري بلي كاين عدو والمغرب كذا ومنا ومليه، وباش الجزائري ما يكتشفش المغرب. هذه هي الحكايه. فوالا الان لما نسمع ملك المغرب يقول يمد يده، قال هذه يدي من دول اخر، قال لا. وبورتو ما قبل شهرين من ثلاث شهور ما قبل يقول احنا ما عندناش مشكل مع المغرب، هو اللي عنده مشكل. كش ما يجي يهضر معنا يجي يهضر معنا، ها قال لك روح تهضر وتحارب. ياكم سيدي فوايو، هذا سيدي فوايو. ولكن ما عليه، احنا الخدمة للشعوب، وحتى العصابة نحي الحدود الواهية تاعها اللي حرم بها آلاف العائلات الجزائرية والعائلات المغربية، حرمتهم من اللقاء. صلة الرحم تسبب في قطع العصابة هذه، هي اللي قاطعة صلة الرحم بين مولد حرام. زاد المرة الثانية ملك المغرب نفس الشيء في 2019 يهني الفريق الوطني بالفوز في كأس أفريقيا. مؤخرا يزيد ثاني كيف قلت الجزائر الشعب وكذا وخاوتنا، ومن حتى واحد يقول لهم كلمة ماشي مليحة. اليوم مع هذه القمة هذه فرصة اللي راح يستغلوها القادة العرب، وأكيد انهم يستغلوها إذا حضر الملك باش يتكشف كل نيته خامدة، نيته خبيثة يتكشف. جاء الملك أتلاقاو وصراحة ديرة تبون، راح تقول له راك تمون في الماك وفي رشاد، يقول خويا اعطيني دليل كما كاين. تعرف واحد من الماك راهو مقيم في المغرب، اروح اديه نسلمه لك. لا عندك شي واحد من الارهابيين اللي يحكي في قطار، اروح نسلمهم لك. ايه عايش بالكذوبات، تحشمش. انت حاطينك رئيس تاع الجزائر وحاشا الجزائر، وتكذب كل هذا باش تبرر تصرفات تاع عرايا.
إذن عودة لسؤالنا، هل يبقى ملك المغرب مداوم على مقاطعة قمة الجامعة العربية ما دار في السنوات اللي قبل، أم سيعطي لقمة الجزائر نكهة أخرى؟ راح يدير كادو الجزائر هو أنه يجعل من هذه القمة فرصة لإعادة العلاقات الجزائرية المغربية إلى مجاريها، رغم أنف ولاد الحرام، رغم أنف ولاد الحرام. هاك يعطيله كادو بس تكبر بهذه القمة هذه وحل مشاكل، وهذه الشعوب المغاربية ما ينساوهالوش، لأنه اليوم طموحنا كمغاربيين أننا نبني صرح مغرب كبير اللي راح يشكل قوة في وجه التكتلات اللي راح ينشقوا فيها في أوروبا، في كل جهة، في كل جهة اللي صارت تكتل. إلا إحنا على خير عندنا عصابة تحكم في الجزائر تعبد الحرام جاية من فلقة الحالة. منو أنه تكون فرصة للملك هذه الخطرة، إذا حذر سنرى وعطاء قيمة كبيرة لقمة الجزائر، وهنا يلزمهم يفرحوا ولاد الحرام ويعتبروها شغل نجاح للقمة تاعهم. هذا ما نتمناو على كل حال، و هذاك يبقاو الغربان سواء في الجزائر او في المغرب يردوا في الاصوات هذيك الخاشنه الواصيه، الاصوات اللي واحد ما يبغي يسمعها. ربي يقدر الخير لشعوبنا ويقدر الخير لبلادنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عشريه واحنا خرجنا بالسلميه، اعتقلوا كاع الصواليا كي قلنا لهم مدنية. يسقط يسقط حكم عسكر، تسقط المخابرات، اللي قمعوا واللي حطوا لدنا في المحتوى.